عندما تكون في حضرة أخناتون تصمت ويتوقف الزمن. نحن الآن في متحف من أرقى المتاحف المصرية. يقف أخناتون ملك التوحيد، أحد ملوك مصر الخالدين، الذي أدخل العالم في حقبة جديدة قبل أن يعرف العالم معنى الحضارة. المتحف المصري قطعة جميلة. قد يظن البعض أن هذا المتحف هو جزء من المتحف المصري الكبير الذي وإيفنشلي إيزيس بالماجيكال باور بتاعتها قدرت أن هي ترجع له الحياة مرة. عشان كده في أشكال مناظر كتيرة على الحضارة في المعابد المصرية، تلاقي الملك واقف على مركب وماسك حربة، المفروض أنه بيقتل الهيبو، بيقتل الفرس النهر. هذا المتحف ليس جزءا من المتحف الكبير الجديد، وليس جزءا من المتحف المصري في ميدان التحرير أو بالقرب من ميدان التحرير. هذا المتحف في قلب كندا، في مدينة ميسيساغا. هذا المتحف الذي عندما تدخله فإنك عبرت التاريخ. وبيأكل فتة وموزة وهياخدك على مصراوي. مصراوي، الطعم الأصيل ملوش مثيل. 2275 بريتانيا رود ويست، ميسيساغا، 647-654-4444. The sarcophagus that once included the three coffins of the king. The sarcophagus is protected by four divinities, one on each side. We know their names from the symbol above their head. So this is Isis, or Isis. This is her sister Nephthys, or Nephthys. أو نبكحت حسب الاسم المصري بتاعها. And you see how they are spreading their wings all around the tomb. So they are known as the four protective goddesses. الأربع آلهات الحاميات بيحموا what was inside this sarcophagus. What was inside here were three coffins and then the mummy of the king himself. مسافة فاصلة بقدر باب هو الذي يفصلك عن العالم الخارجي، عن كندا ومصر القديمة. إخناتون والكثير من المعروضات الأخرى. من وراء هذا العمل؟ كيف ولد؟ كيف جاء إلى هذا المكان؟ وكيف تطور؟ كل هذه التفاصيل سنعرفها سويا خلال هذه الجولة في المتحف المصري من قلب كندا في مدينة ميسيساغا.